الصحتي معتمدا بذلك على السواعد الكويتية، إلى جانب الفرص المتوفرة في سوق العمل لإقامة مشاريع صغيرة تعتمد على المبادرين ذوي المؤهلات العلمية والتدريب الكافي للانخراط في العمل الحر. يعلو بين كل الركائز للنهوض بالقطاع السياحي المحلي الاهتمام بإتاحة الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية المؤهلة من معهد السياحة، فهي قوى عاملة مدربة ذات مؤهلات علمية عالية ووضع مستقر، وهي طاقات بشرية تدفع بمحور التنمية السياحية إلى الارتقاء. مستقبل السياحة في الكويت واعد وزاهر، السعادة والبسمة ترسمها السياحة، فالحياة حلوة والسياحة ثروة. أيها السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، بالاعتزاز والتقدير يتواجد بيننا نخبة من رواد وقادة العمل في ميدان السياحة. لهم إسهامات بناءة وعطاءات مشهودة طوال مسيرة خدمتهم لتنمية القطاع السياحي، كل من موقع إيمان منهم بدور السياحة كرافد اقتصادي ثري ومصدر مولد للدخل. نرحب جميعا بالسيدات والسادة رواد النشاط السياحي، ويشرف اللجنة المنظمة للمنتدى تكريمه. يتفضل معالي وزير التجارة والصناعة والسيد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والسيدة مديرة معهد السياحة لتكريم رواد السياحة الكويتية وداعم مسيرتها. أولا، المغفور له بإذن الله تعالى صالح جاسم الشهاب، الوكيل المساعد السابق للسياحة بوزارة الإعلام، يتسلمها نيابة عنه ابنه السيد فيصل صالح الشهاب. الأستاذ محمد ناصر السنعوسي وزير الإعلام السابق. السيد غازي فهد النفيسي رئيس مجلس الإدارة اتحاد أصحاب الفنادق. السيدة نبيلة مبارك العنجري الوكيل المساعد الأسبق لشؤون السياحة بوزارة الإعلام.
السيد توفيق أحمد الجراح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية. السيد خالد عبد الله الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة المشروعات السياحية. السيد محمد ناجية، المستشار السياحي بوزارة التجارة والصناعة القطاع السياحي. السيدة رشا خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة طفل المستقبل. السيد إبراهيم محمد الغانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة الكويتية للمنتزهة. السيد إبراهيم راشد الهارون، نائب العضو المنتدب شركة طفل المستقبل. السيدة بيبي خالد المرزوق، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الأنباء الكويتية. السيد عادل عمور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة المتحدة للترفيه والسياحة. ويقدم الآن الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، درعاً تذكارياً لمعالي وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجر لرعايته منتدى ومعرض السياحة. لنلتقط الآن الصور الجماعية التذكارية.
سيد سعد العثمان محفظة تمويل المشاريع الصغيرة. ثانياً الشركة المتحدة للترفيه والسياحة سيد عبد الحكيم الشايخ نائب المدير العام للموارد البشرية. الشركات العامة شركة اتحاد أصحاب الفنادق سيد نبيل الخطيب مدير العمليات. وزارة التجارة والصناعة قطاع السياحة ماجدة بهبهاني مدير إدارة التسويق والعلاقات الخارجية. شركة النقل العام سيدة دلال العسلاوي. بنك الكويت الصناعي سيد سعد العثمان محفظة تمويل المشاريع الصغيرة. معهد السياحة والتجميل والأزباء والأزياء سيدة سهير جمعة مدير معهد السياحة. مجلة دليل المسافر سيدة ندى سري الدين المدير التنفيذي. وفي الختام نشكر مدير عام الهيئة العامة لتعليم التطبيق والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي والسيدة سهير جمعة مدير معهد السياحة. سيداتي سادتي الحضور الكرام، يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لتنسيق أعمال هذا المنتدى والذي سيكون محوره الأساسي أهمية التعليم والتدريب في المجال السياحي. إن السياحة بجميع أنواعها سواء السياحة الترفيهية أو السياحة العلاجية أو السياحة الرياضية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات وغيرها أصبحت واقعة نعيشها يوميا محليا أو خارجيا، كما أن تطوير وتنمية السياحة تحتاج إلى الأيدي الوطنية المدربة. ولا يخفي عليكم فإن القطاع السياحي هو من أكبر القطاعات الذي يمكن أن يستوعب اليد العاملة الوطنية، وبالتالي فإن التعليم والتدريب السياحي سيساعد كثيرا في التغلب على مشكلة البطالة. ولا أريد أن أطيل عليكم، فلدينا أربع محاضرين اليوم سنستمع إليهم، لدى كل واحد منهم من العلم والخبرة والمعرفة التي سيكون لها قيمة مضافة للقطاع السياحي. ونبدأ هذا المنتدى بمحاضرة الراعي الرسمي للمنتدى السيد توفيق أحمد الجراح رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق الكويتية، وعنوان المحاضرة هو عن الاستثمار السياحي. إن شركة مجمعات الأسواق بقيادة السيد توفيق الجراح الذي يؤمن إيماناً راسخاً بأهمية السياحة لدولة الكويت، قد خطت خطوات مميزة
في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع السياحية والترفيهية في الكويت والعديد من دول الخليج. وممن لا يعرفون السيد توفيق جراح فهو من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في الكويت ودول الخليج المتخصصة في السياحة والترفيه وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. السيد جراح خريج كلية الاقتصاد والتجارة من جامعة بغداد وحاصل على شهادة الاحتراف كمحاسب معتمد CPA. تلقى السيد جراح العديد من الدورات التخصصية كلية الإدارة في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات. تدرج في عدة مناصب في البنك الصناعي قبل انتقاله إلى شركة مجمعات الأسواق ويصبح رئيس مجلس إدارة لهذه الشركة. أدعو السيد توفيق جراح للإلقاء محاضرته. صباحكم باب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أنا طبعاً كامرون ما قد مرة أتعمل عن الكلمة، فبقول الكلمة عن ورقة العمل مرة واحدة. فإذا كان في أسئلة هم يصير في انطباعات بين بعض إن شاء الله. طبعاً من دواعي سروري البالغ أن أكون بينكم اليوم متحدث عن قطاع فيه شؤون وشجون، إنه قطاع السياحة. إننا في شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية في موقع اسمه التقييم تجربة لم تكن تجربة مفروشة للورود تايم. فمنذ عقد من الزمن على الأقل ونحن نزيد استثماراتنا في قطاع السياحة. إيمانا منا بأن السياحة بعد صناعة دولية لا تقل أهمية عن أي صناعة أخرى. لكن الواقع المرير الذي مررنا ولا زلنا نمر به جعلنا كمن ينادي في وادي سحيق ولا حياة لمن تناديه. أيها الأخوة والأخوات، تكاد السياحة أن تكون مشطوبة من بين القطاعات الرافدة للناتج القومي. وذلك ليس بسبب عيب المديرات والإمكانات، بل لأن الدولة لا تولي هذا القطاع أي اهتمام يذكر. وإليكم بعض الشواهد على ذلك. أول شاهد، منذ سنوات طويلة ونحن وغيرنا نطالب بإنشاء هيئة مستقلة للسياحة ترعى شؤون هذا القطاع. وأعدت لذلك الدراسات واقترحت حاليا أوقفوا العمل بنظام BOT لإيجاد بدائل لا زلنا ننتظرها دون طائل. وما تم إنشاؤه من مؤسسات سياحية وترفيهية بذلك النظام BOT يعاني من قصر مدة الاستثمار وقلة الجدول. ثالثاً، على الرغم من السماح بمزيد من الجنسيات بدخول البلاد بفيزا زيارة يمكن الحصول عليها للوصول للمطار، إلا أن تلك الخطوة لم تعطي ثمارها، لأن الدولة وضعت حطت العلف قبل الفرس، يعني مثل على قولتهم اللي يحط العلف بس ما يعمل على قولتهم ما بالفرس. أكيد على كلمة السيد توفيق جراح، فباسمكم جميعا أحب أن أشكر السيد توفيق على كلمة محاضرته القيمة التي تناول فيها المعوقات التي يواجهها المستثمر في المشاريع السياحية في الكويت، كما أشار إلى عدم وجود مرجعية ترعى القطاع السياحي. وركز السيد جراح على أهمية قرار من أجل إقامة سياحة مستدامة. من جهة أخرى، تطرق السيد جراح إلى التضخم الكبير في الجهاز الوظيفي وعدم وجود برامج تدريبية. جاء دور المتحدث الرئيسي في هذا المنتدى كينوت سبيكر هو الدكتور إدواردو فايوس سولا، والذي قبل مشكورا دعوة المنتدى حيث سيقدم عرضا بعنوان سياسة منظمة السياحة العالمية في مجال التعليم والمعرفة في المجال السياحي. ولإعطاء فكرة عن دكتور فايوس سولا، فهو مدير إدارة التعليم والمعرفة في منظمة السياحة العالمية منذ عام 1994 حتى الآن، وقبل ذلك كان مديرا عاما للسياحة في إسبانيا. وبين عامي 1991 و1994 حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فرنسا. دكتور فايز سولا هو أستاذ الاقتصاد السياحي في جامعة فرنسا في إسبانيا، وكان مدير برامج السياحة في جامعة نبرجا في إسبانيا، وأستاذ مساعد في الاقتصاد في جامعة ستوكهولم. كما كان مديرا عاما لمعهد السياحة لمدة 6 سنوات منذ تأسيسه في جامعة فرنسا. I think I'd like to emphasize in the title a few things before. I'd like to say that I'm going to talk about education, but also about knowledge management,
Education is simply a part of knowledge management. We produce knowledge, we manage that knowledge, and we apply it to tourism. And that is nowadays absolutely important, I would say essential, to have success in tourism. And we'll try to say a few things about that. Then I say that another key issue in tourism is governance. It's how do you put things together, how do you macro manage things to achieve certain objectives that you have, you want to achieve. And the third one is, I will mention a little bit, how do we see things in the United Nations World Tourism Organization. Kuwait is a good member of the World Tourism Organization, and I think you could profit more and more from your membership in the World Tourism Organization. So I'll try to say a little bit about that. Let me begin with a couple quotes. One is from Charles Chaplin. He said, education involved me with knowledge and facts in which I was only mildly interested. This is one of the first problems we have. Sometimes we believe education is important, but we think that education can be about just anything. Education has to be focused. Education and tourism have to have quality. Education and tourism should be geared to the problems we want to solve. So one of the first issues is we need to focus education to the problems we want to solve. And the second quote is about the efficiency in education. Sometimes we believe that education is so important that we can teach it, we can produce it any way we want, and that is not correct. Education is an expensive activity, education consumes resources, consumes the time of the students. We need to focus education on how to make it efficient. Let me say that the issues in education are simply three issues. One is the issue of the strategy, which is what sort of education we are having for what. It's a question of deciding what we're going to do, what strategy we're going to develop, and therefore the long-term human resource needs in our specifically positioned industry. I will mention this several times. I think our industry has to be positioned. I don't think it is enough to say we want to have a successful tourism industry in Kuwait. Successful tourism industry in Kuwait. When I was Director General for Tourism in Spain, that was at the time of the Olympics, at the time of the Universal Expo in Seville, this was 15 years ago already. But it didn't make any sense to say Spain had to be successful in tourism. The immediate question was, what tourism? What